السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العودة للطبيعة حديثنا اليوم. العودة للطبيعة سلوك جيد وهو قرين الصحة النفسية والعضوية للبشر. طرق عديدة، نوع المباني اللي بنقطنها، أسلوب الأكل، الملبس وغيرها الكثير. حديثنا الآن عن ضرورة استخدام ملابس صنعت من خيوط انتجت عضويا وبدون استخدام المبيدات لثلاث سنوات على الأقل، كما يلزم البعد عن الأصباغ الكيماوية عند تلوينها وتجهيزها. والمعروف أن أي مواد كيماوية تعرض لها القماش لتلوين وخلافه يمكنه أن يصل للجسم من خلال مسام الجلد، كما أن الأقمشة الصناعية تنتج شحنات كهروستاتيكية عند احتكاكها بالجسم ولها تأثير ضار بخلاف الطبيعة. طبعا من الأقمشة الطبيعية هي ما صنع من خيوط القطن ودون استخدام أصباغ لتلوينه، لذا يعاد حاليا إحياء الأصناف الملونة طبيعيا والتي اندثر الكثير منها، وبدأ القطن الملون في العودة مرة أخرى بعد إهماله بسبب أنه قصير التيلة، ولكن باعتباره صديق للبيئة انشئت حاليا شركات لنشره وبدأ يعود مرة أخرى للأسواق على استحياء. المنتشر حاليا أقطان البيضاء ويستخدم كثيرا في إنتاجها مبيدات مختلفة ضارة مثل الملاسيون والتريفلورلين وغيرها. بعض هذه المبيدات مسرطن بشري محتمل، كما أن منها ما يفسد الأجهزة الهرمونية والتكاثرية للحيوانات، كما تلوث الدواجن وتقتل الأسماك إذا وصلت للماء العميق. الأخطر منها إيه؟ القطن المهندس وراثيا وبه جينات تنتج سموم ذاتيا لقتل الحشرات التي تهاجم القطن. وقد أصرت حديثا مع العلماء السودانيين في مركز البحوث بالخرطوم باعتبار أن السودان ضمن الدول التي تزرع القطن المهندس وراثيا، وخاصة مع انتشار زراعة البامية في نفس التوقيت والتي يستهلكها الشعب السوداني بكثرة، ذلك لأنها من نفس جنس القطن، فإذا انتقل لها الجين المنتج للسموم أفسد محصول البامية وقد يتسبب في عوارض ممرضة لا قدر الله. حاليا يعاد زراعة الأقطان الملونة طبيعيا والتي اندثر كثير منها رغم أنها أقطان قصيرة التيلة، كما يلزم منع استخدام المبيدات في إنتاجها لما لا يقل عن 3 سنوات لتصبح الأرض آمنة والمنتج داخلها يصبح منتج عضوي آمن. وطبعا القطن الملون لا يحتاج لأصباغ كيماوية لتلوينها، وحاليا أنشأت شركات لهذا النوع من الإنتاج الآمن وبدأ عودته على استحياء للأسواق. علينا استقبال هذا الأمر والعمل عليه، فالعودة للطبيعة هدف لصالح البشرية. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.